السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حل كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول كتاب الطالب. نبدأ بالوحدة الأولى وهي القيم الإسلامية. سوف نقوم بحل درس قبس من القرآن وصدقة والأخوة مواصفات ومتطلبات ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. جدتي عليك رحمة الله، المذكر والمؤنث، النكرة والمعرفة، كما سنحل جميع أنشطة ومسائل وتمارين المبتدأ والخبر والأمر ورسم همزة الوصل وتكوينات خط الرقعة ومهارات الحوار وكتابة نهاية مغايرة لقصة. سوف نلاحظ حل جميع تمارين الشخصيات التي وردت في آيات القرآن الكريم عن فرعون والتناصح بين المسلمين وما هي الفائدة التي جنيناها من الآيات السابقة بقصة سيدنا موسى. أيضا سوف نتعرف بشكل تفصيلي على المذكر والمؤنث الحقيقي وعلامات التأنيث، والمذكر الحقيقي وعلامات التأنيث وعلامات الرفع والنصب. مذكر حقيقي لاحقات كتاء التأنيث، والمذكر نوعان حقيقي ومجازي، والمؤنث نوعان حقيقي ومجازي. أيضا بالتفصيل سوف نتعرف عليهم ونحل جميع التمارين، ونتعرف أيضا على فعل الأمر أخرج. وهو فعل الأمر هو أسلوب لغوي يبدأ بفعل الأمر يسمى أسلوب الطلب. وأيضا الهمزة، سوف نتعرف أيضا على همزة الوصل في كلمات استحياء القصص القوم. وكلمات مبدوءة بهمزة الوصل مثل أخرج، أمر، أفعال، ائتمر، استأجر. هناك رباعي وخماسي وسداسي. سنلاحظ كلمة استحياء، ابنتي، ابنة، امرأة. وال التعريف بهمزة الوصل. والأسماء والأفعال والحروف بالأسماء السماعية. همزة الوصل هي الهمزة التي ينطق. ومصادر أفعال خماسية وسداسية من الماضي والأمر. أيضا سنتعرف على خط النسخ. وهذا استخلاص نهائي لقصة سيدنا موسى. والإمرأتان والشيخ العجوز. طبعا سوف نتعرف على القصة وفي عناصرها بالكامل. وتعبير عن الخاتمة بحديث نبوي. نهاية القصة سوف تكون عبارة عن مشاعر وتوقعات والخيال. طبعا سوف نجد المعاني من التضليل والانخداع والرغبة في الشيء. والأفكار الرئيسية للقصة.
وتحديد الصفات للأصحاب، وتلخيص الأفكار بكلمات بسيطة. المعرفة والنكرة، أيضا الأسماء التي تبدأ بألف التعريف تكون معرفة، وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر والعلم. هناك جملة اسمية وجملة فعلية. جملة اسمية تبدأ بمبتدأ وخبر، وجملة فعلية تبدأ بفعل وفاعل. ونلاحظ الأمثلة التي أمامنا. الملق مصايد العقول. هناك مبتدأ وهناك خبر، والمتآخيان متحابان مبتدأ وخبر، والمجبولون قادرون مبتدأ وخبر، علامتهم الرفع. الأحوال دليل مبتدأ وخبر، حالتهما الرفع. الحسنات ماحيات، جمع مؤنث ثالث مبتدأ وخبر. المسلم أخو المسلم. وننتج جملا اسمية وعلامات الرفع الضمة والواو والألف. ونحل باقي التمارين واختيار أضداد الكلمات تهوى ورحمت ورضيت. وها هي أخلاق النبي: العفو والرحمة والغضب. والغضب للحق. وقصة الجد أيضا سوف نتعرف عليها. الوحدة الثانية وهي الأعلام. في درس الأعلام سوف نحل في وحدة الإعلام سوف نحل جميع الدروس. نبدأ بالدليل، ثم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، شلال المعلومات، وصارت السماء قريبة، إمام العلم والرأي المجلي، أم سلمة رضي الله عنها. أيضا سوف نتعلم المفرد والمثنى، الأفعال الناسخة، الاستفهام، رسم همزة القطع، رسم حرف الألف في خط الرقعة، ومهارات الحوار وكتابة الحوار. سوف نتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أصحابه. وأخلاقه في التعامل مع الناس ومع الصحابة ومع الأطفال. وهي أخلاقه: عبادته، رحمته، كرمه، حكمه، تعامله مع الناس. أقسام الاسم المفرد سوف نتعرف عليها بالكامل بحسب جنسه ودلالته وآخره. وسوف نتعرف على أيضا على الأفعال الناسخة من كان وصار وليس وظل وأضحى وأمسى وأصبح وبات، والأحرف الناسخة. طبعا يرفع المبتدأ وينصب الخبر. والأفعال الناسخة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كما نلاحظ في الأمثلة: فأصبح الفرخان آمنين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم. أيضا سوف نتعرف على علامات رفع المبتدأ والخبر للأفعال والأحرف الناسخة. أصبح، ما زال، وليس.
همزة الوصل، الله، انطلق، الحمرة، الرحمن، انطلق وأخذ، سأقوم بمقارنة بينهما ونتعلم بها عن همزة القط. سوف نتعرف أيضا عن أنواع الكلمة من اسم وفعل وحرف. سوف نلاحظ الأفعال الماضي والأمر والمضارع، ورسم حرف الألف بخط الرقعة، سوف نتعرف أيضا على آداب الحوار، وإجراء حوار، ووسائل نقل المعلومات، وهذه وسائل أخرى في عصرنا الحالي من الجوال والإنترنت والوسائل الإذاعية المرئية والمسموعة. طبعا سوف نقوم بالإجابة عن جميع المسائل والأسئلة في هذا الفصل، سوف نجد المرادف والضاد ونكمل الجدول. المرصد، بتان، التل، معانيهم، وسوف نتعرف أيضا على البتاني. وتلخيص الأفكار ومعرفة المذكر والمؤنث ومراجعتهما، والمثنى المذكر والمؤنث، والاسم دلالته العددية، مفرد مثنى جمع وملحقاته، وحل جميع أسئلة الحوار من الموضوعية والدقة والاحترام والتواصل وتجنب الحش والقصيدة، الرثاء بمفتي المملكة العربية السعودية، والبحث عن معاني الكلمات استجاشت وأوى، وصفات ابن باز رحمه الله، سوف نلاحظ أيضا قصة أم سلمة ونتعرف على المكان والشخصيات والزمان والمكان والحل والأحداث بالكامل. الوحدة الثالثة وهي الوطن، سوف نقوم بحل جميع الدروس في وحدة الوطن، وهي الأفعال التي تسبق الأقوال، فرسان الجزيرة الحالمة، بئر الدمام رقم 7، من أجل عينيك يا وطني، الدرعية، جمع السالم وجمع التكسير، الحروف الناسخة، النداء، رسم التاء المفتوحة والتاء المربوطة، رسم حرفي الراء والزاي بخط الرقعة، إلقاء خطبة وطنية، تعبئة استمارة تعريفية معلوماتية. طبعا هذه الوحدة الأخيرة.
في كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول، كتاب الطالب. طبعا في الوطن هناك ثروات ودعائم وإنجازات سوف نقوم بالتعرف عليها ومعرفة المثنى والجمع وما هي الزيادات، هل لكل كلمة هي مذكر أم مؤنث، عاقل أم غير عاقل، الجمع السالم هناك مذكر وجمع سالم مؤنث. وأيضا سوف نتعرف على النداء، والتاء المفتوحة والتاء المربوطة. وبداية سوف نتعرف على الأفعال في التاء والأسماء والتاء المفتوحة، هي تاء متحركة أو ساكنة تنطق تاء في الوصل والوقف. أيضا سوف نتعرف على كتابة الراء والزاي، حرف الراء وحرف الزاي. صفات الخطيب اللازم توافرها، الاستمارات، فرسان الجزيرة الحارمة، فرسان عفوا، فرسان الجزيرة الحارمة. نعتذر، قلناها في البداية فرسان، هي فرسان، جزيرة في المملكة العربية السعودية، نلاحظها على الخريطة. سوف نقوم بالتعرف عليها بالكامل ودورها الكبير في السياحة في المملكة وطريقة الاستفادة منها لزيادة الاستثمار وتنمية الثروات في الوطن. ففرسان جزيرة رائعة وجميلة جدا وبها ثروات وخيرات كثيرة. البئر رقم 7 والغوار والسفانية، أيضا حقول في المملكة العربية السعودية. في هناك مجال عمراني ومجال المواصلات، وسوف نتعرف على أهم الأفكار التي وجدناها في نص بئر الدمام رقم 7. الاسم من حيث العدد، المفرد والمثنى والجمع، واسترجاع ما درسناه من الأفعال والأحرف الناسخة مع أمثلة عليها، ومعرفة الحروف الناسخة وحصرها بالكامل، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، واسم إن نصب وخبرها رفع، إن النجاحات عوامل حيوية، لعل المواطنين مدركون، اسم وخبر، المدينتين شاهدتان، علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية.
الفتحة والكسرة والألف، ونعود التاء المفتوحة والتاء المربوطة والتاء الأصلية في جمع التكسير. توهج ضدها خفت والزيف الحقيقة، هاتين الضاد التغني بحب الوطن، ولا كل لفظ ودلالته، وإيجاد صور خيالية من العين والأذن والأنف وغيرها من الصور الدلالية. وأيضا الدرعية